السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. ما تفهمش مصطفى، حسبي الله ولا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات من اذكار الصباح والمساء. الإسناد فيه ضعف. الاسلام يعني ما نقولهاش. ما قلتش ما تقولهاش، قلت الإسناد فيه ضعف. يعني الافضل اللي احنا ما يعني ما تبقاش طالما الحديث ضعيف. والله يسلمك، في من يقول بالعمل بالضعف فضائل الأعمال. السلام عليكم.